بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أكمل في موضوع الأقباط والمسلمين، وحابب أتكلم لأن الناس بيحصل بينها لغط كبير في المواضيع اللي زي كده، وطبعا الكلام ده مش كويس ومش صحيح. ديننا الإسلامي بيحثنا على إننا نعمل الخير لأي حد، وطبعا لكل واحد معتقده، زي ما أنا قلت لحضراتكم في الفيديو السابق. النهاردة حابب أحكي تجربة خاصة شخصية بي أنا نفسي، حصلت بيني وبين صديق مسيحي قبطي يعني، أو مسيحي. حابب بس أقول لكل الناس يعني الإنسانية مش بتفرق بين مسلم وبين مسيحي، ولازم يكون كلنا معتقدنا كده، ولازم يكون كلنا عندنا قناعة تامة بالوضع ده، لأن هي الحياة جمعنا كلنا، جمعنا مع بعض، الحياة بتجمعنا، فلازم يكون كل واحد يخاف على التاني وكل واحد يحب التاني. وزي ما قلت لحضراتكم، الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة ماريا القبطية فكان بيحبها، فبالتالي المسلم لازم يحب المسيحي، والمسيحي لازم يحب المسلم، حتى وإن كان في اختلاف أو في خلاف في المعتقد. كان ليا صديق مسيحي وكان عنده مشكلة صحية، وكان بيبعد عن مكان إقامتي أنا بمسافة كبيرة. أنا كنت مقيم في القاهرة وهو كان مقيم في أسوان. طبعا يمكن الناس كلها تعرف إن المسافة بين القاهرة وأسوان مسافة كبيرة جدا، تتعدى 1000 كيلو. كان بينا عمل معين، وكان بينا صداقة مع العمل، فكان تعبان جدا وعنده مشكلة صحية، وكان لازم يعمل عملية جراحية. كان بيعالجه دكتور مسيحي، فكنت بأبعت حد معاه يعني، ابن أختي كان معايا في الشغل وكده، فكان دايما يروح معاه للدكتور. فحسيت في مرة من المرات إن حالته الصحية مش كويسة جدا ومتدهورة، فأخدت رقم الدكتور وكلمته. كان في الوقت ده هو مقيم في القاهرة، وكان مقيم في شقة خاصة بيا أنا، يعني مش اللي أنا ساكن فيها يعني، هي كانت شقة مغلقة قريبة من سكني الخاص يعني، فكنت سايبه يبقى هناك يعني، يبقى قاعد هناك. وكان بالتبعية يعني إن أنا كنت بقعد معاه معظم الوقت يعني أو كده. الحقيقة لما لقيت إن صحيا هو مش كويس، وكنت أنا برعاه شوية يعني في الوضع الصحي بتاعه، وكان يعني له وضع معين في الأكل والحاجات دي، فكنت بتابع أنا الموضوع ده. كلمت الدكتور المعالج بالتليفون، خدت تليفونه من على روشتة العلاج وكلمته، قلت له الوضع بتاع فلان ده وضعه عامل ازاي. الدكتور ده عرفته بنفسي، وعرفته ان انا مسلم مش مسيحي يعني. صدقوني الدكتور ما كانش يعني، بعد ما حصل، بعد ما عملنا العملية لصاحبي ده او صديقي ده، الدكتور كان مستغرب جدا ازاي مسلم يكون مع مسيحي بالكيفية دي، فكان هو حتى مستغرب ان ليه انا بعمل كده معاه، لكن انا ما كنتش مستغرب، لان انا بعمل كده وعارف كويس جدا ان المعتقدات ملهاش دخل بالانسانية. الانسانية دي تختلف تماما عن كل حاجة، لازم نتعامل مع بعض بانسانية. المهم كانت والدة صديقي ده ست مسنة كبيرة في السن، يعني في حدود 80 سنة. أنا عملت لصديقي ده عملية دعامات في القلب، ومن غير ما أعرف والدته. طبعا الناس هتستغرب وهتقول استحالة يعني، والله ده اللي حصل، على أساس إن هي كانت ست كبيرة وما كانتش هتتحمل تسمع إن ابنها بيعمل عملية. لأن لما كلمت الدكتور المعالج أو الطبيب المعالج يعني، قال لي هو ما يتحملش يستنى يومين أو 3 كمان،
يعني يومين او ثلاثة وكان يموت، فما كانش ينفع ان انا استنى. اتصرفنا في الفلوس بشكل يعني مش هقول لحضراتكم ازاي، والله انا حتى ما كانش معايا المبلغ اللي هو اللي محتاجاه العملية، استلفت من حد من اصدقائي يعني لحد ما نعدي بس موضوع العملية، لان طبعا كان الوقت ضروري جدا يعني. طلبت من الدكتور يحجز للعملية تاني يوم، ما انا كلمته حجز للمستشفى ورحنا عملنا العملية. وبعد ما العملية نجحت الحمد لله كلمنا والدته وعرفتها، طبعا زعلت مني جدا مع اني كنت انا وهو نفسه كنا مكلمينها اليوم اللي قبل العملية، ولكن كنا بنقول لها يعني ادعي له لان في موضوع مهم بكرة هيحصل. هي كانت متخيلة موضوع مهم في شغل احنا بنعمله او في حاجة احنا بنتصرف فيها، يعني كانت متخيلة ان الدعوات اللي احنا بنطلبها منها لاعمال احنا هنعملها، وكنت مصمم قوي واطلب منها تدعي له لابنها على اساس ان بكرة عندنا حاجة مهمة جدا جدا ودعواتك ليه علشان خاطر ان شاء الله يبقى الامور كلها كويسة وكده. لما عرفت تاني يوم زعلت مني جدا، والدكتور نفسه اللي عمل العملية كلمها بعد العملية وقال لها انا يعني مستغرب ان واحد مسلم يعمل مع مسيحي اللي صديق ابنك ده عمله مع ابنك. يعني الدكتور نفسه كان مستغرب، ومع ذلك انا والله مش بقول الكلام ده لفخر ولا بتفاخر بحاجة، ولكن انا بقول لان دي الحاجات اللي المفروض نتعامل بيها مع بعض. احنا بني ادمين، احنا بشر، لو مفيش بينا رحمة هيكون بينا ايه؟ ويعني دي كانت تجربة حبيت بس اقولها للناس علشان الناس اللي بتغالي قوي في الدين ويعني بتتشدق بحاجات كده يعني مش ملهاش دخل بالاسلام. اسلامنا دين حنيف، دين سمح، دين تسامح، دين رحمة، ولازم احنا نتحلى بالصفات دي كلها ونبقى يعني قادرين ان احنا نتعامل بيها بينا وبين بعضنا وبيننا وبين غيرنا من اي طوائف اخرى او من اي ديانات اخرى. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على كل اعمالنا وهيحاسبنا على تعاملاتنا، سواء كانت كويسة او سواء كانت مش كويسة، سواء كانت مع مسلمين او غير مسلمين. انا حبيت بس اعرض التجربة لعلها تكون مفيدة لبعض الناس ان هي تتعامل بالشكل ده وما تفرقش بين حد في ديانته. واتمنى للجميع دايما كل خير وكل سلامة وكل صحة وكل سعادة من جميع الجنسيات، من جميع الشعوب، من جميع البشر. احنا كلنا بشر، البشر بني ادمين، والبني ادمين لازم يكون التعامل بينهم بآدمية. مش هقدر اقول اكتر من كده، طولت عليكم، انا اسف جدا، وان شاء الله يكون لنا فيديوهات قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.